أعزائي مشاهدي قناة الطريق من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2016، هنعمل عدة لقاءات لأن أنا شايفة إقبال كتير من الشعب على القراءة، ودي حاجة مبشرة جميلة جدا اللي احنا شايفين إن كل الناس مهتمية بالقراءة ومهتمية بتواجدها داخل معرض القاهرة للكتاب. انتظرونا. رضا ممدوح عبد الغني محمد، مدير عام بوزارة التربية والتعليم. أهلا بحضرتك. ومشرف عام النشاط الكشفي بمركز شباب عليون. أنا شايفة مجموعة من الأطفال هنا، حضرتك مهتم وجايبهم في معرض القاهرة للكتاب، وده شيء جميل اللي أنتوا بتهتموا بثقافة الطفل. والله سعادتك، احنا اتعودنا كل عام بنيجي معرض الكتاب، حتى أيام الظروف الحرجة بتاعت الثورة برضو جينا معرض الكتاب، رغم اتلغى في نفس العام ده. اتلغى في هذا العام، بس احنا جينا العام التالي على طول جينا فيه. دي عبارة عن متميزين كشافين عندنا في مركز شباب عيوب من أشبال وزهرات وكشافة ومرشدات داخل المركز. بنيجي هنا طبعا نتعرف على ثقافات الدول الأخرى. الأولاد هنا برضو بيقتنوا، أو الفتي أو الفتاة بيقتنوا بعض الكتب اللي هي طبعا بتستهويهم أو كلام من ده، من جميع النواحي الرياضية والعلمية والدينية والكشفية. ممكن برضو نبحث عن الكتب الكشفية، هنا كتب طبعا برضو نبحث عنها هنا في معرض الكتاب. حضرتك بتلاحظ استفادة الأطفال بعد ما بيرجعوا من معرض القاهرة؟ طبعا يا فندم، كفاية انه بيقتني القصة او الكتاب اللي هو عاوزه، زي برضو بيشاركوا في الأنشطة اللي موجودة داخل المعرض. يعني العام الماضي كان المعرض كان تحت رعاية المملكة العربية السعودية، كانت هي ضيف شرف المهرجان العام الماضي. هذا العام البحرين، العام الماضي شاركنا مع السعودية وقعدنا يوم كامل معاهم في الجناح السعودي، شاركنا في الركن الفني في الرسومات، طلعنا على القناة الفضائية السعودية. هذا العام برضو كنا في الجناح البحريني تحت وشاركنا معاهم برضو. كان ممكن حضرتك تبقى معانا نشوف النشاطات اللي هم بيعملوها؟ يا ريت. ايوه يا فندم اتفضل. زي ما حضراتكم شايفين الاطفال بيلونوا. دي مجله حائط، دي مجله حائط ساعات بيعملوها، صح يا فندم؟ ايوه، لوحه جماعيه. احنا بنعودهم ازاي تبقى روح الجماعه، بدل ما كل واحد يرسم لوحه لوحده، العمل الجماعي يطلعوا حاجه واحده بحب، ان بحب الاخر تطلع لوحه جماعيه جميله، مش يبقى منقسمين. فده اعرف بحضرتك. انا سوسن سعد الله من مجلس اعلى للثقافه، لجنه ثقافه الطفل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني هم دلوقتي بيرسموا لوحه واحده وكلهم بيشتركوا في الرسم، وفي الاخر بتطلع لوحه بعد كده بتتعرض فين؟ احنا هنا اللوحات عاملين مكان هنا، هنعرض لهم الحاجات هنا، هنعمل لهم مسابقه، وفي مجلس اعلى الثقافه هنعمل معرض بيهم كلهم، بكل في كتب وفي مجلات بنعملها صغيره، وفي عرايس صغنونه برضه هم الاطفال اللي عاملينها ان شاء الله. بالتوفيق. ميرسي قوي، شرفتونا. بالتوفيق يا شباب، بالتوفيق. شكرا يا رمز الكشف. ايه رمز الكشف؟ ايه يلا الكشفيه، ايه الشعار بتاعكم؟ يلا قولوا قولوا مستعد. كن مستعد. خلاص بس انا اسمع صبعي. واحد اثنين. بالتوفيق ليكم. شكرا. نشوف الزهرات برضو معانا. ماشي تمام. دول بقى الفتيات، البنات ما نسألهمش. البنات بقى نشوف الزهرات، نشوف البنات، نشوف نشاط البنات هنا. يا بقى فكره بيعملوها، بس البنات فعلا فيهم بقى رقه البنات، اتفقوا قالوا هنعمل شجر، هنعمل انا هعمل كذا وهعمل كذا، نظموا اكتر. فدي روح الانثى برضو يعني. ايوه يعني انا حسيت بالفرق بينهم، يعني انا حسيت بالفرق بينهم ان الولاد طبعا في اختلاف بين الولاد والبنات في الرسومات. بالظبط كده، ما انا بقول لك نظموا نفسهم اكتر، فانا سعيده بيهم فعلا. حضرتك تبعهم؟ تبع هنا. نتعرف بحضرتك. مدام سمية فؤاد اسماعيل. حضرتك ماسخه الاطفال؟ بيعملوا، بنعلمهم يعملوا عرايس ازاي، وفي نفس الوقت فنون تشكيليه برضو بيرتبوا معانا. نطلع على الستاند هنا، وبعد المعرض هنعرض كل الحاجات عندنا. في جوائز بقى وتشجيعيه للمواضيع؟ لا لسه ما فيش. نلاقي حاجات طبعا كويسه، لازم المجلس الاعلى اصل اول مره يشترك في المعرض بحاجه زي كده. فطبعا احنا سعداء بالاطفال جدا، لان ما كناش متوقعين انهم هيشتغلوا، لان في اسر ثقافه شغاله نفس النظام، والمركز القومي للطفل كلنا مجموعه واحده. المجلس الاعلى للثقافه ولجنه ثقافه الطفل بالذات اول مره تشترك في حاجه زي كده،
فاحنا ما كناش متخيلين. احنا اول يوم امبارح خلصوا الخامات في اول يوم وخلصت ما بقيناش لعيب، فسعداء بيهم جدا. اطفال يطلعوا عندهم مواهب، ما يبقاش اطفال بنلقنها وخلاص. ايوه هو ده هدفنا، ان احنا نطلع المواهب اللي بينهم ونخلي روح الجماعه ان احنا كلنا ايد واحده. بالتوفيق. بالتوفيق. شكرا، شرفتونا. بعرف بحضرتك احمد السعيد، مدير مؤسسه بيت الحكمه في مصر والصين، ومنسق فعاليات الصين السنه دي في معرض القاهره الدولي للكتاب. معرض السنة دي بيتكلم عن ايه؟ الصين السنة دي بتشارك بجناحين لأول مرة في تاريخ المعرض، جناح للعرض هنا في السرايا العرض باسم دولة الصين، وجناح خارجي بتاع بيت الحكمة في حوالي 1000 عنوان جديد جم من الصين مخصوص، منهم أعمال مترجمة من الصينية للعربية، وفي كتب تعليمية، وفي 11 دار نشر صينية بتشارك السنة دي في المعرض، بتضم وفد من 33 شخص منهم مسؤولين حكوميين على درجة وزير، منهم 3 من أشهر كتاب الصين، وفي 14 فعالية بتعقد السنة دي للصين ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. أنا شايفة حضرتك بتتكلم إن الصين موجودة هنا، الصين مهتمية أو بحضور افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ودور مصر الثقافي ودورها الريادي في الشرق الأوسط وأفريقيا بيمثل للصين أهمية قصوى. الصين مهتمة جدا بمصر، السنة دي هو العام الثقافي المصري الصيني، هيكون فيه 80 فعالية تقريبا بين مصر والصين في المحافظات المختلفة والمدن المختلفة على كل الأصعدة. مصر دورها الثقافي بالنسبة للصين هو مفتاح دخولهم لأفريقيا والشرق الأوسط. هل بعد ما شافوا العدد المهول من زوار معرض القاهرة للكتاب، ايه انطباعهم لما شافوا المنظر؟ امبارح احد الكتاب الصينيين بيقول لي ان ده مش معرض كتاب، دي تظاهرة ثقافية، او ممكن نقول عليها انها مدينة ثقافية هي الاكبر في العالم. الموضوع مش موضوع كتاب، الموضوع موضوع ثقافة، وانا ما تخيلتش ان الشعب المصري عنده الشغف الرهيب ده بالكتاب والثقافة. الحمد لله الصورة وضحت قدامهم وعرفوا ان احنا شعبنا شعب مثقف جدا، كمان في الندوات اللي بنناقشها المداخلات بتاعت المصريين بتعكس حجم الثقافة وعمق الاسئلة اللي بيسألوها للضيوف الصينيين الموجودين في الندوات. نتعرف بيكي؟ سلمى. إسراء. إيمان. أسماء. إيمان. إيمان، كلكم في سنة كام ولا خلصت ولا إيه؟ لا أنا بدرس تانية معهد. وأنا تانية سنة. تالتة سنة. في أولى كلية. يعني الأعمار متفاوتة. إيه اللي خلاكم النهاردة تيجوا معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ نمسك واحدة واحدة. فيها كتب حلوين. لفيتي المعرض كله ولا لسه؟ لا إحنا لسه. لسه في بعض اماكن ما رحناش يعني. ايوه رحنا اتفرجنا على حبه حاجات ولسه الباقي. انا شايفاكم اول ما جيت اصور لقيتكم موجودين عند الحاجات الفنيه الجميله دي، ايه اللي جذبكم اول ما طلعتوا ودخلتوا هنا؟ يعني تحس ان في حاجات يعني اللي هو الروح المصريه في يعني الشكل، يعني انت لما تدخلي مثلا حاجه او كده تحس ان فيها روح مصريه وتشدك. هو البنات تملي يشدها الجلاليب والحاجات دي ولا ايه؟ نفهم بس. اي حاجات يعني من اصلي مصر القديم يعني وكده. ايوه معايا البنات مكسوفه بتتكلم وعمالين يقولوا لي الاسئله قبل ما تعرضي، يقولي لنا الاسئله ايه. مش هغششكم حاجه، انا عايزه اقول لكم ايه اللي عجبكم في المعرض السنه دي. والله يا حضرتك يعني لسه جايين، انا عن نفسي اول مره اصلا اجي المعرض وكده، بس يعني فلو حابه ان انا اللي هو القرايه وكده، فلما عرفته فرصه وكده فقلنا نيجي، بس دي اول مره نيجي ولسه داخلين، فلو ما لحقناش نتفرج كتير يعني. رهبه المجال. ايوه بالظبط كده، اول مره نيجي وكده. وانت اول مره؟ اول مره. طب فسحه سعيده وان شاء الله تلاقوا الكتب اللي انتوا عايزينها ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الناس مهتمية تحضر الندوة، وقد ايه في شغف ان هم يحضروا كل ما هو جديد، حاجة في حد ذاتها حاجة جميلة. احنا بننقل لحضراتكم لقطات منها علشان تعرفوا الندوات اللي مقامة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. اصغر طفل احنا هنقول له اسمك ايه النهاردة؟ معاذ رجب. اسمك ايه؟ معاذ رجب. معاذ انت بتيجي المعرض على طول؟ لا وانا جيت امبارح والنهارده. جيت امبارح والنهارده، يعني انت فرحان بمجيك داخل المعرض. ايوه. ايه اللي عاجبك جوه المعرض؟ السوا والزحمه. الزحمه؟ مفيش كتب؟ مفيش كتاب انت عجبك وجبته؟ ايوه انا جبت الكتب وعجبتني.
الكتب اصلا بتبني العقول، فما انت تتعود من صغرك اللي انت تهتم بالقراءه هتلاقي دماغك دي شغاله حلو، وهتطلع من المبتكرين ومن المخترعين اللي ليهم اسماء كبيره دلوقتي وبنفتخر بيهم. صح. تمام كده؟ انت في سنه كام؟ خمسه ابتدائي. خمسه ابتدائي، لما تتعود من صغرك كده في خمسه ابتدائي تتعود تقرا تبقى حاجه كبيره لما تكبر. تمام؟ تمام. وعد منك تقرا بقى؟ تهتم بالقراءه؟ ماشي، يلا ربنا معاك. نتعرف بحضرتك. احمد رجب. احمد يحيى. ايه اللي عجبكم النهارده في معرض القاهره الدولي للكتاب؟ هو المعرض يعني جميل وثقافه وبتاع، ونشوف الاشخاص وبتاع، ونثقف احسن اكتر بلد ونتعرف يعني وكده. متعودين تيجوا هنا على طول ولا دي اول مره؟ لا احنا حضرتك متعودين نيجي على طول، بس السنه دي يمكن احسن من اي سنه فاتت، يعني في تطوير شويه عن السنين اللي فاتت، وفي اقبال شديد من ناحيه المصريين ومن ناحيه الدول العربيه. يعني انت شايف الاختلاف واضح قوي؟ اه اكيد طبعا، ده باين يعني. وحتى لو حضرتك لاحظت هتلاقي الاقبال شديد قوي السنه دي. يعني مفيش اي كتاب عجبكم داخل المعرض حبيته الجمهور؟ في، بس احنا برضه لسه جايين، لسه هنقعد حضرتك ونشوف. يعني انا شايفه هنا في ندوات اللي معموله من داخل القاعات هنا كذا ندوه، فهل انتوا ما حضرتوش اي ندوه من المقامه في من داخل المعرض؟ لا انا لسه حضرتك، كان اول يوم اجي ولسه واصل حالي. ان شاء الله تستمتعوا باليوم من داخل المعرض، والاول العقل لما بينضج بالكتب اللي احنا بنقراها، ودماغنا بتتفتح من الكتب والثقافه اللي احنا بنحاول نتعلمها من خلال الكتب. اكيد طبعا، ده شيء مهم لينا طبعا، اكيد دي اهم حاجه. يوم جميل ويوم موفق. أعزائي مشاهدي قناة الطريق، وبعد ما نقلنا لحضراتكم الإقبال الشديد على معرض القاهرة الدولي، شكرا لحضراتكم. كانت معكم أزنيف صبحي، قناة الطريق.